عنده حق في، لأن كل ما ذكره صحيح ونقابة الأطباء مدعوة إلى أن تتخذ فيه إجراء. لكن على الجانب الآخر مسألة المستشفى المطرية واللي عقد من أجلها هذه الجمعية العمومية، أعتقد أنه بشكل أو بآخر تم تأسيسها وتكبيرها وكان من الممكن احتوائها من البداية. صحيح. لانه احنا على يعني احنا سين مثلا انه تم يوم 10 يوم الاربعاء اللي فات 10 فبراير تم استدعاء 9 امناء شرطه من اسم المطريه علشان يحققوا معاهم، النيابه تحقق معاهم في هذه المشكله. يعني الموضوع موضع تحقيق. هل ربما يكون الاستدعاء تاخر وده اللي خلى النقابه تتحرك؟ فكان من البدايه جدا ممكن يعني تلافي كل اللي حصل، كل ده بقرار. يعني من أخطأ يحاسب. يعني صح. المسألة أسهل، العدالة ناجزة زي ما بنقول. يعني يعني عايزة سرعة وإنجاز، لأنه التأخر يمكن في استدعاء أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على طبيبين في مستشفى المطرية أوحى لنقابة الأطباء أن هناك تراخي في محاسبة المخطئ. فمن البداية خالص، وده يمكن دعوة أيضا لوزارة الداخلية، أنه إدانة حد فيها سواء ضابط أو أمن شرطة أو عسكري مش معناها إدانة الوزارة. صحيح. الشرطة تدفع من دمها ودم افرادها كل يوم دفاعا عن هذا البلد. احنا محتاجين اداره زي الانترنال افيرز اللي بنتفرج عليها في المسلسلات الامريكيه، اللي هي الضباط اللي بيراقبوا بعض، اللي هي يبقى في انترنال افيرز اللي هو للمحاسبه ولكشف الفساد من قبل الوزاره نفسها، مش حد يبلغ بس من بره، لا يبقى يعني هم بيتابعوا من جوه، اسمها انترنال افيرز، لانه احنا شؤون داخليه. يعني هم اللي يكشفوا جوه ذات الوزاره من نفسها من جواها، يكشفوا اخطاء بعض ويقدموا من قبل هذه الاداره للتحقيق. لان احنا سين مثلا على فكره انه طبيب الضابط اللي اعتدى على طبيب في الاسماعيليه حكم عليه بثمان سنوات سجن. صحيح. يعني وليه دي ما بتتقالش وليه يعني دي ما بتتفردلهاش؟ لانه يعني لما الطبيب قتل قامت الدنيا، ولما الضابط حكم عليه ما حدش اتكلم. صح. يعني لابد يبقى هناك موضوعيه في تناول الامور، وهناك ايضا من جانب وزاره الداخليه مسارعة مبادرة إلى محاسبة المخطئين من بين أفرادها، حتى لا يؤثر ذلك عليها كلها كوزارة وعلى الخدمة الجليلة التي تقدمها لهذا البلد. ده حقيقي.